لما لك بتشوفي ماما تعبانه بتقولي لها ايه؟ ربنا يسهل هتبقى حلو. عايزه تعملي ايه بدالي يا ندى؟ العمليه. مش بقول عايزه اكنيها كنيستك يا ماما لما اصحى واروح الدكان واجيب لك كل حاجه حلوه؟ ايه. وانت نفسك تبقي ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسي امشي على رجلي. نفسك تمشي على رجليك؟ ايه. وتلعبي مع الاطفال؟ ايه. ونفسك في ايه تاني؟ تشوف اختها وهي ماشيه تقول لي يا ماما هي حبيبه بتمشي. يا ماما اقول لها ده اصلها هبله ما تعرفش حاجه عشان هي ما تسهكش. تقول نفسي امشي معاهم واعمل معاهم. والله الكرسي ده الدكتور اللي هو بيعملها علاج طبيعي محمد يوسف الوكيل اللي اداهولي قال شافها وقال ليها لينا وهو اللي مديهولي وعامله لها انا الجبيره دي برضه وهو ده وده ودي الوشعات اللي هم طلبوها مني لما دخت مصر على عشان خاطر الوشعات دي يبعتوا لي من وقالوا اعملوها على حساب الدوله. رحت اعملها على حساب الدوله ما لقيتش ولا جهاز شغال. كل ما اروح يقول لي ده الجهاز مش عطلان من الجهاز مش شغال الجهاز مش عطلان الجهاز مش هنا مش موجود. والله انا بقى يعني عاوزه تتعالج مش عاوز اكتر من كده. عايزه تتعالج لان خلاص يعني احنا جبنا اخرنا احنا معلش احنا ناس يعني انا معاش انا راجل عاجز ومعاش وابوه على دراعه تمام. هي على فكره هم قاعدين عندنا بقى لهم اكتر من 6 سنين من ساعه الحاله دي ليه؟ ما فيش يعني لما لقيت الحاله كده جبتهم. ابوها قاعد في القاهره بتشتغل واختي قاعده هنا عشان فاضل هي بتجري واحنا قاعدين بالبيت الثاني ويعني وانا فاضي طبعا وقت الفاضي بروح معاها مثلا اسكندريه بروح معاها تسوق عشان هي ما بتقدرش تشيلها لوحدها. وقت الحمل برضه حملت قبل كده بس ربنا ما اردش مات الجنين بسبب الجري وكده. هو سبب ربنا انا جعله سبب يعني عشان خاطر نادر. والله يعني سبحان الله هي حالتها ده مره بتقول لي نفسي اروح المدرسه